ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه زي ما قلنا احنا لسه ما رسيناش على اسم القناه اذا كان كرش بوي ولا جو الاكيل او حرام عليك. ما عدا بقى لها ساعتين مستنيه الاكل، بس على فكره هي اللي اختارت المطعم. انا بختار المطعم من الساعه كام؟ طب سؤال سؤال سؤال، حد يختار مطعم سي فود ويقول الراجل حضر لي الحاجه في دقيقتين؟ الراجل كان بيقول لنا امشوا. ده عايز يتعالج ويجي لنا. بتتعالج بتتعالج وغايه تعبنا معاها. محدش يفطر حد دلوقتي، انت بقالك 5 ساعات. طيب والله جوعت قوي، احنا طالبين بقالنا كتير قوي. الاول ولسه فاضل كتير. الاول ما تنسوش الموضوع، موضوع اسم القناه زي ما قلت لكم، اكدوا عليا بقى عشان خلاص ابقى يا اغير، يا اما اثبت على كرش جو، يا اما اغير سوري كرش بوي زي ما انا، يا اما اغير لجول اكيل. تاني حاجه الموبايل، مسابقه الموبايل اللي لسه ما عرفش، في مسابقه عاملينها دي هتبوظ لي الفيديو كله وكل اللي انا عايز اقوله عشان تاكل. في عندنا مسابقه انا مش هجيبها معايا تاني على فكره، انا بعد كده لما هصور بره هيبقى معايا حسام بس او رجال عامه، حسام كرولوس اي حد. اي حد. طيب عندنا المسابقه بتاعه الموبايل اللي قلنا الانفينكس الهوت 8، لو لسه ما اشتركتش فيها هسيب لك الاي هنا الفيديو اتفرج عليها هتفهم كل حاجه. بس واحنا حاليا منتظرين تجربه جديده، حد مطعم اسمه بلد الغريب ده عامل شويه ميكسات غريبه كده في السي فود، فطلبنا انا ونوها ومستنيين الاكل، ونوها هتفوت مني هي عماله تروشكوا معاها زي ما هي روشاني، يعني اللي انتوا شايفينه ده 0% من اللي انا شايفه. هدوقها وهدوق اكله برضه واقول لكم. بس انتظروا معانا ولغايه ما الاكل ينزل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش اي حد. يا لهوي ده انا بالي. طيب كده الاكل نزل ودول جوانتيات، هي نوع مسكت الصينيه كلها مش هتديني حاجه تقريبا. لا اوعي ده ساندوتشي فين؟ استنى دي افضل، خد دي كبيره. طيب فين ساندوتشي؟ انهي واحد بتاعي وانهي واحد بتاعي؟ اوعي. لا ده انت اللي طالباه، ده بتاعنا. هو احنا بصوا انا شايف ان احنا نلبس جوانتيات يا جماعه، نخلينا محترمين النهارده لان الاكل شكله ملظلظ. بصوا هي جايبه نفس الطاجن بتاعي بس كلت من بتاعنا. هذه هي نهى. طب خدي جوانتياتك، طب خدي جوانتياتك بدل ما انا اقعد اجري وراهم، يا اما نرميهم خالص. ده اختراع اللي هي الفراخ سي فود صح؟ لا الفراخ سي فود ما لقيناهاش للاسف، كان في ساندوتش عباره عن فراخ محشي سي فود بس خلصان. ده عباره عن ده جمبري، ثمان قطع جمبري جامبو وعليه صوص رانش. الجوانتيات دي مش تنفع معانا يا جماعه، مش تنفع معانا. ايه ده برجر عجين سي فود مطحون ومحطوط جواه محشي سي فود برضه محشي. This is Sparta! كل من اكل، هاتي دي بقى، انت ما اكلتيش من دي بس. استنى هوريها. اوعي. لا انا اللي هوريها، انا اللي هوريها. ده طاجن سي فود بالمكرونه البنه اللي هي المكرونه القلم بالوايت صوص. تمام. ده انا جبت واحد ونوها واحد، اللي قعدت تاكل منه ده ورحت مديه لها، يعني ما مش تضحك على انا بتكلم مع نفسي، هي اكلت، هي ابتدت اكل، طب انا ابتدي اكل انا كمان. ايوه دي بتاكل من سندوتشي. يا حيوانه يا حيوانه. طب انا هاخد سندوتش، بس انا كنت عايز سندوتش. لا اهو بنسابلك بس. طيب انا كده هبتدي باللي هو البرجر محشي سي فود، ندوق ونجرب. وعليه ده عليه، استنى ده عليه من فوق كمان، عليه من فوق جمبري وكابوريا مقليه وعليه كذا حاجه من فوق. لا ما شاء الله، لا ساندوتش جميل. عمالة تضحك. لا أنا مش عارف أصور فيديو، عمالة تاكل من أكلي. عارفين طبعا أنا ابتديت لهوصة قبل أي حاجة.
المطعم ده تيجوا تجربوه، تيجوا تجربوه بجد. لا من اول قطمه، لا انا رحت في عالم السي فود نوها اول مره يعني شفته بترغي ازاي، نزل الاكل انسوا نوها، مش هتشوفوها خلاص، هتشوفوا حاجه بتاكل. لا نوها ما شاء الله في لما بتبقى جعانه بتبقى وحش في نفسها. يلا بقى انا كمان هدب. طب استنى عشان الجمبري مفيهوش زفارة، الميكس بتاع الخليط البرجر ده مدي طعم حلو قوي، الصبيت مستوي كويس ما بيجزش. بص قدامها اكلها وعايزة تسرقني، بس انا محوط على الاكل يعني، انا قاعد كده عشان محوط على الطاجن اللي تحتي. طب انا هاكل نصه واديها نصه عشان هي ايه، انا لسه استنى ما تاكل نصه. طب انا هاكل قطمه واديها، هاكل قطمه واديها، خد 3 ارباع كده. اه خد قطمه. انا مش فاهم دوق ده فظيع قوي على فكره، بص شكله هوريهم بقى. انا والله مرني حبيب قلبي. الناس هنا يا جماعه وجبوا معانا، انا لسه بشكر والله، بقول لهم تيجوا تاكلوا من هنا. ده جار مليان جبنه سايحه، هنغرق الاكل دلوقتي بقى. ايه طب هاتوا بقى الساندوتش بتاعي غرقوا جبنه. ده ايه ده ساندوتش؟ اي الجمبريه وقعت، ماشي ده ساندوتش الجمبري، هجيبها مش هسيبها. نغرقوا بقى جبنه كده من السايحه دي. هوبا معلش لغوصنا لكم الدنيا شويه. تبقى حاطط بقى ايه الطاسه دي تحتك عشان اللي ايه اللي ينزل من صوص الجبنه دي. ايه هو ده عيش من غير جمبري، لان انا الجمبريه وقعت. اداني فلوس لادة، انا واقف مش لادة. بتاع دلوقتي حته برجر ما فيش فوقيها جمبري ولا صبيت، طعمها لوحدها جميل برضو. انا عايز اغمس بقى ايه، عايز اغمس بجوز الجبنه اللي نوها احتلته. جار جبنه سايحه تحفه. اكل الجبنه السايحه جميل. يا بنت هاشم انا مش عارف اكل، مش هتصور معايا تاني في الشارع ابدا. هات بعد ما خلصت تقول لي فوت. اكتبوا لي في الكومنتات برضو. بس بعد ما خلصت الاكل كله اكتبوا لي في الكومنتات حابين الفيديوهات الخارجيه تكون مع نهى ولا مع حسام. انا عن نفسي بفضلها مع حسام على حسب الاكل. نهى بتاكل مني، حسام يا غلبان بيسيب لي اكل، نهى بتخلص اكلها واكلي. فقولوا لي هتحبوا الفيديوهات اللي بنصورها بره الفلوجات مع نهى ولا مع حسام؟ قدامك زيه. ايه ده متعبه. ماشي ايه البرجر ده تحفه. برجر السي فود، برجر السوبر. لا ده انا عجبني اكتر. انا ما لحقتش ادوق الجمبري يعني، بتقول الجمبري احلى بس هي خلصت عليه. لا شكرا. كده بقى ايه هنخش على اللي هي المكرونه السي فود وايت صوص. ايه ماشي اه مع الكلماري كده. نوها بتفنن. انا هحط بقى شويه ايه شويه دي سمك فيليه مع جمبري. بصوا يا لهوي جبنه سايحه بقى مع المكرونه. بص انا غرقتها عشان انا بعشق الجبنه السايحه. يلا بقى ندوق ونشوف. انا اللي ادوق. لا ده زودي عندك اهو او عندك اهو. لا مش عايز اغرق معلش. حلوه. اه
حتى من غير حتى من غير الصوص ده. ايه ده؟ ما انا عندي زي عندي زي ما عندكش يا ابني اهو. يا ما فيش دعوه. حراميه حراميه ما عندكش عشان تسرق اي حاجه. طب اهو شكلي هاخد الكاميرا واقوم اصور في حته ثانيه لوحدي. انا ما تجوعنيش تاني ولا تجعني تاني. المكرونه تحفه بالسي فود. السي فود اللي موجود هنا جمبري كاليماري صبيت سمك فيليه في حاجه تانية والستيكس بتاعت الكابوريا مع المكرونه الوايت صوص تحفه. ايه قوم وريهم واخدين بالكم قوم وريهم دي عشان انا هتقلب في القوم دي. انا افضل حاجه عجبتني ساندوتش البرجر جايبين المكرونه. الساندوتش بتاع الجمبري المقلي بس ما هو بس الجمبري حلاوته انه حلو وجامبو يعني بس الميكسات افضل يعني هم متميزين في الميكسات اكثر. وطبعا اشكرهم على جر الجبنه السايحه ده يعني ناس محترمه بصراحه. ما عندهمش تحليل؟ لا. الجمبري اصلا حجمه كويس. انت ما عندكش جمبري؟ لا ما عنديش ما انا مش ما بحبوش. خليكي في طبقك. انتوا لو عارفين هي عملت ايه؟ هي نقت الجمبري كله والصبيت والكاليماري من الطبق بتاعها وسابها المكرونه وجايه تسرق من عندي انا بقى الجمبري. لا شكرا شكرا مش عايز مش عايز منك حاجه. مفيش شيش ده فيليه سمك فيليه. طب بص اديتك حته قد ايه؟ اديني مكانها جمبري. اسف جمبري قد كده؟ اه الحته بتاعتك مش عايزين منك حاجه اتفضلي. تضحك عليا وبعدين انا ما انا مش شايف الجمبري اساسا. جميلة بجد. وانا عايز معلقة مش شوكة. بعتي تعالي كليني. لا احلى حاجه بقى ايه؟ ان هو كانت جايه في الاول انا قلت هطلب ساندوتش ومكرونه. قالت لا بص انا هجيب ساندوتش بس وابقى ادوق منك. قلت لا لا هاتي اكلك اللي هتاكليه وبعدي عني عشان احفظها. قلت له لسه هتكتشفوا نوع نوع عندها مواهب كتير لسه هتكتشفوها. ما اول مره يشوفوكي بره؟ لا ما شافوكي في البيتزا فيديو البيتزا. اتفاق اديك مكرونه وتديني سي فود. امشي انا امشي غور امشي يا ما شاء الله. شفتوا البيزنس بتاع نوع؟ اخد منها مكرونه اديها جمبري. بص عمال افضلك الطبق اهو. انا اخلص طبقي وخلاص. شكرا في ذوقك. نوع شبعت الحمد لله. انا كده اكل بقى بمزاجي انا اقدر اكل كده ومفيش خوف مش هتقلب. بس هو كان لازم البس جوانتي بصراحه يعني. لا انا النهارده من اكتر الايام اللي لحوصت نفسي يعني الجبنه السايحه متملكه مني. لحوصت نفسك من كتر الاكل؟ بص انا ايدي نظيفه ما اكلتش حاجه. كله بياكل بايده نظيفه انا الوحيد اللي بلغوص. ما اكلتش حاجه خد كل اكلي اهو والدليل اهو الايدين. انا ملك اللغوصه. لا هم عارفيني هم حافظين. نايم انا عشان ما اكلتش حاجه. ايوه ده انت كنت سرقي مش بتاكلي. بس كان نفسي اجرب الساندوتش اللي هو التشيكن اللي هو الفراخ محشي. نيجي بكره محشي سي فود يبقى موجود. نعم. بكرة.
طب من نوع خلصت؟ تعال نقفل الحلقة بقى. أنا خلاص نسلم على لا استنى عايز أقفل الحلقة بتاعتك بالوايت صوص. هقفل الحلقة وبعدين هرجع أكمل الأكل. يا ريت لو عجبك الفيديو تقفل الحلقة من غير الطبق. لا 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 استغفر الله. لو عجبكم عشان ما طيب لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس. دي تعباني لا انا تعبت منها. ونعمل ايه بعد اللايك والشير والسبسكرايب؟ ناكل. نفعل جرس التنبيهات وما تنسوش يا جماعه. صحيح كل مره هو بياكل اكله انا اللي باكل اكلها. بس واشوفكم على خير في فيديو جديد. وكان معكم جو ونهى من قناه جو الاكيل او جو ذا كرش بوي. سلام.